فيديو النهاردة بإذن الله هو فيديو مهم جدا في سلسلة الكارديو فاسكولر شورت أسي ترينينج كويستشنز. النهاردة هنتكلم على ثلاث موضوعات. أول موضوع هو الانيرفيشن اوف بلاد فيسلز، تاني موضوع هو الريجوليشن اوف بلاد فلو، ثالث موضوع هارت ريت. ثلاث مواضيع ان شاء الله نعملهم بشكل تقدروا تفهموه بأسئلة مختلفة، أسئلة مباشرة أو أسئلة ما بين السطور عشان الأمور تبقى واضحة إن شاء الله. الموضوع الأول هو الانيرفيشن اوف بلاد فيسلز. لازم تبقى عارف إن إحنا هنتكلم عن سمباثيتك وبارا سمباثيتك. سمباثيتك فازو كونستريكتور وسمباثيتك فازو دايليتور. يعني هتلاقي الكلام بتاع النهاردة في جزء منه أوتونوميك بتاع سنة أولى، وجزء منه هيبقى ليه علاقة بالسنة دي بسنة تانية. يعني سمباثيتك فازو كونستريكتور، إيه المعلومات اللي أنا عايز أعرفها؟ يا ترى كيميكال ترانسميتر إيه؟ نور أدرينالين، نور أدرينيرجيك فايبرز. وده شيء طبيعي لأن النور أدرينالين بيمسك في الألفا 1 ريسبتور على الول أوف بلاد فيسل أقوى من مسكة الأدرينالين. ده مهم قوي، فبيعمل فازو كونستريكشن. طيب الحاجة اللي تهمني إيه في الموضوع ده؟ هل أنا يهمني الجزء الأناتومي؟ يعني هو بيكون نازل منين ورايح فين؟ لا، ده بتقراه، ده مجرد قراءة. أنا اللي يهمني إيه؟ يهمني إن الفازو كونستريكشن ميدييتد باي الألفا 1. يهمني معلومة تانية، كل البلاد فيسلز انيرفيتد باي السمباثيتك فازو كونستريكتور ما عدا الفينيولز والكابيلاريز. خلي بالك دي جملة ممكن تيجي ام سي كيو. الارتريولز دايما بيبقى فيه كثافة في السمباثيتك فازو كونستريكتور فايبرز اللي رايحة لها دي، خلي بالك من النقطة دي. طيب بالنسبة للفينز، هل وصل لها سمباثيتك فازو كونستريكتور فايبرز ولا لا؟ هتقولي طب ما يا دكتور في الفينو موتور تون. هقول لك بس لما نيجي نقارن ما بين الفينز والارتريولز بيبقى الانيرفيشن للفينز اقل. طيب اهم وظيفه للسمباثيتك فازو كونستريكتور فايبرز ايه؟ هو التوتال بيريفرال ريزيستنس، اللي هو المحدد الاساسي ميجر ديترماينانت للمين ارتيريال بريشر، ده اللي بينظم ضغط الدم. يبقى دي الجزء الاولين. طيب لو قال لي في الامتحان explain sympathetic cholinergic fibers، هنا بقى عايزين نقول نقط أساسية. السمباثيتك cholinergic يعني sympathetic fibers release acetyl choline ككيميكال ترانسميتر. حلو، هتقولي ده اللي خدناه في الأوتونوميك اللي رايح للسكيليتال ماسل اند كروناري، سكيليتال ماسل فيسلز والكروناري فيسلز. طب ايه المعلومات الجديده بقى؟ ان السمباثيتك فايبرز دي الاوريجين بتاعها هايبو سالاموس، يعني عشان يحصل فازو دايلاتيشن لازم الامر يجي من الهايبو سالاموس، والهايبو سالاموس واخد الامر او السيجنال الاشاره من السيريبرال كورتكس. هنا بقى السؤال المهم، هل في نورمال تون للسمباثيتك كولينيرجيك فايبرز؟ الإجابة لا. يعني مش الطبيعي إن السمباثيتك عامل فازو دايلاتيشن بالكولينيرجيك طول الوقت. طيب أمال هو أكتيفيتد إمتى؟ في بداية الإكسرسايز عشان يسمح بالماكسيمم ماسكولر إكسرسايز. أنا معاك، ده في البداية. طيب وكمان أكتيفيتد لو في هايبر تنشن، لو في ضغط عالي. تمام،
يعني اقول لك في الكوشنج ريفليكس اللي شرحناها قبل كده، افتكر معايا لازم في الاكسسيف رايز في البريشر لابد ان يحصل فازو دايلاتيشن. طيب اكسسيف رايز، طب في حاجه تانية؟ في حاجه تانية في الايموشنز اند فير. دايما المشاعر الغضب والانفعالات الشديده بيحصل شيفت من السيمباثيك للبارا سيمباثيك، وده اللي بيحصل. تلاقي في الاول بيبقى فيه توتر وفازو كونستريكشن والضغط بيعلى، ثم الضغط بيقل، وده شيء طبيعي. ليه الضغط بيعلى؟ بيشتغل البارو ريسبتورز زي ما شرحنا قبل كده. عشان اوطي الضغط لازم اشغل السي اي سي كاردياك انهيبيتوري سنتر اللي بيخرج منه فيجاس او بارا سيمباثيك، والبارا سيمباثيك بيعمل فازو دايلاتيش. فده كلام اساسي لازم نكون واخدين بالنا منه كويس جدا في الافكار دي. طيب خلي بالك انا بتكلم على الهايبرتنشن الكاروتيد ساينس سندروم. يعني ايه كاروتيد ساينس سندروم؟ انا لما باجي بضغط هنا على الكاروتيد ارتري، في ناس عندهم حساسيه مفرطه اثناء الشيفنج او التايت كولر ممكن يحصل له هايبو تنشن. طيب احنا كده اتكلمنا عن نوعين من فايبرز، سيمباثيك كونستريكتور وسيمباثيك دايليتور. على فكره السيمباثيك كولينرجيك فازو دايليتور هنذكرها مره تانية في النيرفس ريجوليشن اوف البلاد فلو. خلي بالك لما نيجي نتكلم ازاي ننظم تدفق الدم هذكر لك تاني السيمباثيك كولينرجيك والفايبرز. فالجزء ده خلي بالك جزء مكرر عشان لما نيجي نقوله تاني. يعني انا لما اجي اتكلم ازاي ننظم البلاد فلو هقول لك خلي بالك في السيمباثيك انا عندي فازو كونستريكتور بايه؟ تقولي بالنور ادرينرجيك، وعندي فازو دايليتور تقولي بالكولينرجيك شرحتها، وعندي فازو دايليتور بالادرينرجيك. الكلام ده لازم تبقى عارفه. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه الادرينالين زي ما شرحنا في اوتونوميك سنه اولى بيمسك في البيتا 2 ريسبتور اللي هي على سموث ماسل مبطنه الوول اوف بلاد فيسلز عشان يعمل فازو دايلاتيش. فده جزء مهم. وخلي بالك كمان عندنا بارا سيمباثيك فازو دايليتور. البارا سيمباثيك عشان نبقى واضحين لازم يعتمد على الاسيتايل كولين، ده الطبيعي، ده المين كيميكال ترانسميتر بتاعه. طيب هل انا مطالب اعرف الاوريجين بتاع البارا سيمباثيك فازو دايليتور طالع منين ونازل فين كاناتومي؟ لا، بالنسبة لي كفسيولوجي لا. لكن المعلومة اللي تهمني كفسيولوجي ايه؟ ان البلاد فلو او الباراسيمباثيك فازو دايليتور ده خلي بالك لوكال اكشن. يعني ايه معنى كلمة لوكال؟ يعني اقول لك مثلا الجلوسو فارينجيال نيرف العصب التاسع اللي رايح للسليفري جلاند، انا بزود الفلو فين؟ في السليفري جلاند. حاجة محلية، حاجة لوكال. مثلا عندك في الإريكشن بيحصل فازو دايلاتيشن للميل جينيتال أورجان، دي حاجة لوكال مش جنراليز. في معلومة مهمة قوي، كل الفاسكولار بيدز اللي بتستقبل البارا سيمباثيك دايليتور فايبرز تأثيرها قليل قوي على البيريفرال ريزيستنس. يعني اذا انا ماليش اي تاثير على التوتال بيريفرال ريزيستنس. الله، وفي حاجه تانية بيقول لك هنا بقى سؤال مهم، اكسبلين ليه البارا سيمباثيك فازو دايليتور فايبرز هاف نو سيجنيفيكانت رول في تنظيم ضغط الدم؟ ما انا ماليش دور فعال بشكل بسيط. ليه؟
لان في ليميتد انرفيشن، بمعنى السكيليتال ماسلز والسكين ريزيستنت فيسلز. خلي بالك اللي بيتحكموا في التوتال بيريفيرال ريزيستنس دونت ريسيف بارا سمباثيك انرفيشن. احنا ما بنستقبلش بارا سمباثيك، فما تستغربش ان البارا سمباثيك تاثيره محدود جدا او ما فيش تاثير اصلا على تنظيم ضغط الدم، لان ضغط الدم يعتمد على تي بي ار توتال بيريفيرال ريزيستنس اللي بيتحكم في الفازو كونستريكشن اوف بلاد فيسلز اللي بيوصل لها سمباثيك وليس بارا سمباثيك. طيب فاحنا في جزء الانرفيشن قلنا ايه العلاقه بينه وما بين بدايه الريجوليشن اوف البلاد فلو اللي هنشرحها. طيب انا بقى عندي جزئيه كده مهمه قوي. احنا لو جيت انا سالتك اكسبلين امبورتنس اوف فازو موتور تون، تروح قايل لي ايه؟ تقول لي كده فازو موتور تون از ذا ميجر ديترمينانت اوف ارتيريال بلاد بريشر من خلال ايه؟ ثرو ايه؟ التوتال بيريفيرال ريزيستنس. وتحط المعادله على طول، لما افقد الفازو موتور تون لازم ضغط الدم ايه؟ هيقل معايا. وده اللي بيحصل في الاولد ايج، دايما الناس الكبار يصحى من النوم يقعد على طرف السرير. ليه؟ سمباثيك تون عنده قليل، مفيش فازو كونستريكشن او مايلد فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز اللي بيعمل ريجيليشن للافريج ارتيريال بلاد بريشر. ده العادي بتاعنا لازم نبقى عارفينه. طيب اجي اسالك بقى سؤال اخر، اكسبلين فازو كونستريكشن ان ريسبونس تو فول ان ارتيريال بلاد بريشر. هتقولي يعني ايه اكسبلين؟ مش فاهم. انا ضغط الدم بتاعي قل ورد الفعل لازم نعمل فازو كونستريكشن. ايه اهميه الفازو كونستريكشن ده كريسبونس؟ تقول لي واحد انكريز توتال بريفرال ريزيستنس فيزيد المين ارتيريال بريشر، صح. اتنين هقلل البلد فلو في الفيسلز الضيقه. تقول لي ماشي. طب في حاجه تالته، هو انا لما بعمل فازو كونستريكشن يبقى اذا ايه النتيجه؟ انا بقلل الكابيلاري هايدرو ستاتيك بريشر. تقول لي طب ودي تفرق معايا في ايه؟ فكر معايا بمنتهى العقل كده، انا ضغط الدم بتاعي دلوقتي قل، هل من مصلحتي ان الكابيلاريز تعمل فلتريشن؟ تقول لي لا، ما هو لو هتعمل فلتريشن انا بصفي الايه؟ البلازما اللي جوه الكابيلاري للتيشو، ازود الانترستيشو، انا عايز احافظ عليه، فانا بقلل الكابيلاري فلويد شيفت، وده مهم جدا. انا عايز اقلل الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر كقوه فلتريشن. يعني اذا انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اسحب الميه من التيشو للكابيلاري، فانا عايز اعمل كابيلاري فلويد شيفت بفكره اعاده امتصاص الري ابزوربشن، وده اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات. كابيلاري فلويد شيفت تحمل معنيين، يا اما حركه الميه من الكابيلاري للتيشو لو الضغط عالي عشان نقلل، او لو الضغط قليل في الحاله دي عايز اسحب الميه من التيشو للكابيلاري، كابيلاري فلويد شيفت ري ابزوربشن. طيب في حاجه رابعه مهمه جدا، لما بتعمل سمباثيك فازو كونستريكشن انت بالاخص بتقلل الكاباسيتي اوف ذا فينز. يعني ايه؟ انا عايز الفين يضيق علشان ازود المين سيركيولاتوري بريشر، فازود الفينس ريتر، وده شيء طبيعي. كل ما القلب يملى اكتر كل ما الاند دايستوليك فوليوم هيزيد، فيزيد الستروك فوليوم، فيزيد الكاردياك اوت بوت،
فيزيد المين ارتيريال بريشر. يعني هو دي الفكره اللي احنا بنشتغل عليها. عشان كده دايما الاسئله القصيره في النظام الجديد يجيب لك جزء كده ديتكت ذا افكت اوف هاي بوتنشال مثلا اون كابيلاري هايدروستاتيك بريشر اند اكسبلين. على طول اقول كابيلاري بريشر لازم يقل كفلتريشن فورس عشان يزيد الكابيلاري فلويد شيفت كري ابزوربشن فورس. طبعا والعكس صحيح. لو جه قال لك ايه اشرح اهميه الفازو دايلاتيشن كريسبونس لو ضغط الدم ايه زاد. طيب نيجي للعنوان الثاني النهارده ريجوليشن اوف بلاد فلو. بص معايا دايما الريجوليشن له عناوين، هنقول العناوين الكبيره ونخدها في عناوين صغيره. النظام الامتحان الجديد مفيش حاجه اسمها اشرح الريجوليشن اوف بلاد فلو، لا السؤال محدد. السؤال يبقى ازاي؟ يبقى قبل ما نقول السؤال ازاي نحط التقسيم. عشان ننظم الفلو في اي اورجان في حاجه اسمها سيستميك تنظيم عام، وفي حاجه اسمها لوكال تنظيم محلي. يعني الفيسل اللي رايح للاورجان الفلاني اعمل له ايه؟ اضيقه ولا اوسعه؟ طيب السيستميك تحتيها عنوانين كبار، يا اما نيرفس الانرفيشن اللي قلته في بدايه الفيديو وحاجه افكرك بيه وازود عليه حاجه بسيطه، والحاجه الثانيه هيومورال. يعني ايه؟ كيميكال سبستانس بتمشي في الدم. احنا قلنا هيومورال يعني ليكويد، خدناها قبل كده مع الوايت بلاد سيلز. طيب والهيومورال دول يا اما يضيقوا الفيسل يا اما يوسعوا الفيسل. طيب واللوكال هتكلم فيه في ثلاث عناوين، بس قبل ما نيجي نخوض في التفاصيل نمشي واحده واحده. ما معنى نيرفس سيستميك ريجوليشن اوف بلاد فيسل؟ تعالى نتكلم عن سيمباثيتك فازو كونستريكتور. تقول لي حضرتك قلتها، اللي هو النور ادرينرجيك. السيمباثيتك ادرينرجيك قلناه بيعمل مايلد فازو دايلاتيشن للسكيليتال ماسل، او سيمباثيتك كولينرجيك دايليتور قلناه نو نورمال تون وبياخد السيجنال من الهايبوثالاموس وبيشتغل مع الهايبرتنشن اللي هو كاروتيد ساينس سندروم في بدايه الاكسرسايز في الفير والايموشنز. كل الكلام ده ايه تم ذكره. طيب او بارا سيمباثيتك كولينرجيك فازو دايليتور لسه حضرتك قايلها اللوكال فلو خلاص، وادينا الامثله اللوسوفارينجال للسليفري والاريكتايل تيشوز بتاعت الميل. الكلام ده قلناه. ايه بقى النقطه الجديده؟ في تجربه العملي اللي هي تريبل ريسبونس كنا بنجيب مفتاح وبنعمل سكراتش بنخدش السكين يبان خط لونه ابيض، انك ضغطت بالمفتاح على الكابيلاري قفلته ثم الخط الابيض يحمر كريد لاين، والريد لاين يبقى حواليه منطقه حمراء اسمها فلير ثم اديم. تقول لي طب وايه علاقه الكلام ده بالفازو دايليتور او السمباثاتيك؟ وايه هقول لك، كلمه فلير معناها منطقه حمراء حوالين الخط الاحمر. دي عارف سببها ايه؟ فازو دايلاتيشن للارتريول. تقول لي طب ممكن توضح؟ اقول لك حاجه بسيطه، انت لما اتخدشت في النيرف في عصب تمام نقل الاشاره للسباينال كورد ان حصل سكراتش. النيرف ده كافرنت كعصب ناقل احساس وهو داخل في السباينال كورد في سايد برانش او كولاترالز فروع جانبيه، ها بدل ما تكمل وتكمل في نهايه النيرف اللي داخل في الدورزال هورن، لا طلعت كيميكال سبستانس راحت للارتريول عملت له فازو دايلاتيشن فسميناها اسم جميل. بص بقى الاسم انتي دروميك امبلس. يعني ايه؟ كهرباء ماشيه اهو في اتجاه
من قدام من اتجاه واحد ثم رجعت في كولاترال، رجع في فرع جانبي، فرع جانبي رجع بالعكس عشان يوسع الارتريول، عشان يعمل فيلير ويزود المنطقه الريد او الحمراء حوالين الخط الاحمر. دول الخمسه اللي انا قلتهم دول نيرفس ريجوليشن. افكرك بالخمسه: سمباثيتك فازو كونستريكتور على طول نور ادرينرجيك، او سمباثيتك دايليتور حاجتين، ادرينرجيك الادرينالين البيتا 2 اللي قلناه، والسمباثيتك كولينرجيك فازو دايليتور، والرابعه باراسمباثيتك دايليتور، والخامسه الانتي دروميك امبلس او الفلير. خلاص خلصنا النيرفس. طب تعالى نتكلم على الهيومورال، على الكيميكال سبستانس. الكيميكال سبستانسز دي يا اما تضيق الفيسل يتوسع. تعالى نفكر كلام بسيط قوي. فازو كونستريكتور سبستانس، تقول لي رقم واحد مين؟ نور ادرينالين. طب ليه رقم واحد؟ لانه هو المسؤول عن فازو موتور تون، صح؟ حط لي بقى اسامي تانية برضه يعمل فازو كونستريكشن، تقول لي ايه؟ ادرينالين. ايه ده، هو الادرينالين يقدر يضيق؟ اه، بس مش بنفس كفاءة النور ادرينالين. حلو، عايز التالتة، تقول لي انتي دايوريتك هرمون، حتى اسمه الاخر فازو بريسن اللي بيضيق الفيسل. طب انا عايز حاجة رابعة، انجيو تنسن 2، وقلنا انجيو يعني فيسل وتنسن يعني ضيق او تنشن. حلو، عندك تاني؟ اه، سيريتونين، فاكر اللي بيطلع من البليتلتس لما الفيسل يتقطع في الهيموستيزس، هو والادرينالين والاي دي بي عشان يعمل لوكال فازو كونستريكشن. في حاجه كمان، اه، ثرومبوكسين اي 2 اللي كان بيزود تجمع البليتلتس في خطوات الهيموستيزس، كلام اساسي اهو. وعندي اندوسيلين 1، شوف اندوسيلين ده فازو كونستريكتور. خلي بالك من الكلام اللي بيتقال ده كله. طب قول لي بقى العكس، قول لي الكيميكال سبستنس اللي بتمشي في الدم توسع الفيسل. تقول لي واحد ادرينالين، ما هو ادرينالين ده مشترك ما بين اضيق واوسع. طيب رقم اتنين كاينينز، كاينين ده فازو دايليتور مهم جدا. وعايز اقول لك يعني معادله بايوكيمستري تحويله، الكاينينوجين يتحول الى البرادي كاينين عن طريق البري كاليكرين. تقول لي طب استنى بقى، ثم الكاينين يتكسر. الكاينين ده بيتكسر بانزيم يعني واضح قوي من اسمه كاينينيز، اكسر الكاينين. والكاينينيز ده بيشتغل زي ايه؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم ان، خلي بالك بقى ايه هنا، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. طب انا دلوقتي السؤال المهم، انا مش عايز الكاينينيز يشتغل، انا عايز احافظ على البرادي كاينين، فاعمل ايه؟ اعمل له انهيبيشن. بما ان انت زي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، انا هوقفك، وطالما هوقفك يبقى همنع تكسير الكاينين، البرادي كاينين يعني. وطالما منعت تكسيره فالبرادي كاينين يعمل فازو دايليتيشن زي ما هو عاوز، فالضغط يوطى. علشان كده يستخدم في علاج هايبرتنشن. لو انا ضغطي عالي انا عايز اقلله، اقلله ازاي؟ امنع تكسير الكاينين، فمنعك يا كاينينيز ان انت تشتغل. وبما انك زي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، فانا هدي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور اللي هي اختصارها العالمي اي سي اي اي. تمام، في مواد تانية، اه، بروستاسايكلين، اه، عارفينها في البايوكيمستري وفيسيولوجي، عندنا نايتريك اوكسايد
اللي كان اسمها القديم اندوثيليوم درايفد ريلاكسينج فاكتور. خلي بالك الاسامي دي ممكن نجيبها لك كسؤال شورت اسي او غالبا ام سي كيو. طيب خلصنا الجزء السيستميك، عايزين بقى الجزء اللوكال، ازاي ننظم الفلو في فيسل معين رايح لاورجان معين. هتكلم على ثلاث عناوين. اول عنوان اسمه اوتو ريجوليشن. تعالى بقى نفهم معنى الكلام. اوتو يعني ذاتي. لو انا اقول لك ايه ديفاين اوتو ريجوليشن هتقولها ازاي؟ انا طالب فاهم ومش حافظ، هقول معناها ايه. اوتو ريجوليشن مينز ايه؟ كونستانت فلو، يعني لازم الفلو ريتش ذا اورجان تند تو بي كونستانت، تبقى ثابته. ثابته ازاي؟ على الرغم من التشينجز في البرفيوجن بريشر، على الرغم من التغير في فرق الضغوط. طب انا ازاي اخلي الفلو ثابت؟ خلي بالك والضغط بيتغير او الدلتا بي بيتغير، لازم ان انا العب في الريزيستنس. طالب دلوقتي بيشوف فيديو يقول لي يعني ايه؟ هقول له فاكر اومز لو؟ فلو يساوي دلتا بي على ار. لو الدلتا بي زاد انا لازم ازود الار الريزيستنس علشان الفلو يكون ثابت. بسط ومقام، نوميريتور ودينومينيتور، انا عايز يكونوا زي بعض. ولو العكس الدلتا بي قل انا عايز الريزيستنس تقل. يعني القصه كلها الريزيستنس. طب ممكن تقول لي بقى بعد الديفينيشن الميكانيزم ازاي ده هيحصل؟ هيحصل بثلاثه ميكانيزم. اهم حاجة اتنين، ايه هما؟ اول واحدة مايوجينيك. يعني ايه؟ فاكر لما قلنا الارتريول فيها سموث ماسل مبطنة الجدار؟ لما يقربوا من بعض هيزيد الريزيستنس، انت بتضيق الفيسل علشان تماتش يتماشى مع زيادة البي اللي فوق، فالمقام زاد زي زيادة اللي فوق فالفلو بقى ثابت. او العكس لو كانت دلتا بي قليل انا عايز الارتريول او السموث ماسل اللي في الول يبعده، لما هيبعده كل ده ذاتي مايو جينيك. السموث ماسل لايننج زول عندها خاصيه جينيريتد جواها متولده تقول لك انا اقدر اقرب وابعد. فهي دي القصه، زاد الدلتا بي زود الار تحت الفلو ثابت، قل الدلتا بي قلل الار تحت يبقى الفلو ثابت، سميناها مايوجينيك. طب ايه الميكانيزم التاني؟ ميتابوليك. يعني ايه ميتابوليك؟ يعني انت عارف لما بيحصل فازو كونستريكشن فيسل بيضيق تقول لي ما البلاد فلو بيقل فيتجمع الميتابولايتس زي الكربون دايوكسيد الهيدروجين البوتاسيوم بروستاجلاندينز لاكتيك اسيد هيستامين، هي اللي تعمل فازو دايلاتيشن، وده شيء طبيعي مع اي ميتابوليك اكتيفيتي تتجمع الويست برودكت فتعمل فازو دايلاتيشن. يعني اذا الار تقل الريزيستنس تقل بطريقتين، يا اما مايوجينيك السموث ماسل اللي في الوول على الجانبين يبعدوا عن بعض، يا اما ميتابوليك والعكس صحيح. طب ايه الميكانيزم الثالث؟ تيشو بريشر ثيوري، مجرد قراءة كعنوان. طيب ده النقطة الأولى الأوتو ريجوليشن. بس قبل ما نكمل السؤال بقى اللي يتسأل في الامتحان، منشن أورجانز هاف أوتو ريجوليشن بروبرتي. قول لي إيه الأعضاء اللي في جسمك اللي قادرة تنظم الفلو اللي رايح لها؟ لو زاد قوي عن اللزوم أقلله، ولو وصل لي فلو قليل ازوده للطبيعي. خلي بالك هقول لك طريقه عمرك ما تنساها. مين الفايتال اورجن؟ تقول لي برين رقم واحد عنده اوتو ريجوليشن، هارت رقم اتنين عنده اوتو ريجوليشن، والتالت كدني. هارت برين وهارت وكدني اللي ما عندوش اوتو ريجوليشن بقيه الاورجن. طب دكتور عندنا سؤال بقى، هو انا لو عندي قدره الاوتو ريجوليشن الفازو موتور تون عندي عالي؟ الإجابة لا. لو أنت قادر توسع أو تضيق
انت ما عندكش فازو موتور تون. ليه؟ لان فازو موتور تون معناها ايه؟ معناها اديء بس. هتلاقي السكيليتال ماسل فيسلز والسكين والسبلانكنيك والحاجات دي عندهم الفازو موتور عالي كتون فازو كونستريكشن، بس ما عندوش اوتو ريجوليشن بروبرتي. وده كلام يبدو منطقي جدا. طب في سؤال بقى الطلبة، هو يا ترى الجدول اللي موجود في الكتاب علينا حفظ؟ يعني كل أورجن نسبة الفلو اللي رايحاله كام؟ كلام ده علينا؟ لا، مجرد قراءة ما بنحفظوش. في شوية نوتس على الجدول تقراها، معلومات بسيطة جدا، بس احنا قلنا الأفكار الأساسية. طيب انت قلت ان في حاجتين كمان، ايه هما؟ اكتف هايبريميا وري اكتف هايبريميا. دول ليهم علاقه بتنظيم الفلو اللي رايح للاورجن. هتقول لي يعني ايه؟ قلناها قبل كده في العملي. انت لو عندك التيشو بتاعك مش محروم من اي بلط، يعني ما قفلتش الارتري اللي بيغذيه، وصل له بلط فلو كافي، وديورنج الاكسرسايز الميتابوليك اكتيفيتي بتزيد وقلنا اساميها، ويعملوا فازو دايلاتيشن، الكلام ده فيزيد الفلو اللي رايح للاورجن. زي دلوقتي انا ايديا وصل لها فلو عادي، مش قافل البريكيال ارتري. طب نيجي بقى لتجربه العملي. طب نفترض ان انت لافف الرابر باج، خلي بالك، وقست الضغط، ثم رفعت ايد العيان لمده دقيقه، واثناءها انت معلي الضغط وقافل البريكيال ارتري اللي هنا، ايه اللي حصل؟ وبعد الدقيقه ما عدت قمت رحت منزل ايده، خلي بالك هتسيبها لمده 5 دقائق، انت حرمت ايديه من الدم لانك قفلت على البريكيال ارتري، زائد انت رجعت شويه الدم اللي في ايده للهارت مرة تانية، خلي بالك رجعت الدم. فمعنى هذا الكلام سيبه لمدة ونزل ايده واسيبه 5 دقايق، انا عملت له ايه؟ temporary occlusion of blood supply، حرمان مؤقت من الدم. الله، طب طالما حرمان مؤقت بعد ال5 دقايق فكيت الرابر باج، لقيت الايد دي ايه؟ حمرت قوي. طب ليه حمرت؟ لان اثناء ال5 دقايق اللي انت قافل فيها البلاد فيسل اتجمع الميتابولايتس سي او 2 وهيدروجين ولاكتيك وبوتاسيوم وبروستاجلاندين وهيستامين، كل دول اتجمعوا عملوا فازو دايلاتيشن، فالايد دي احمرت اكتر من الايد الثانيه اللي ما تعرضتش للتجربه، احمرت وبقت ادفى وبالس بريشر اعلى. الكلام ده قلناه عشان كده دي اسمها ايه؟ بص، رياكتيف هايبريميا. ما معنى ري؟ إعادة. إعادة التيشو لنشاطه من أجل زيادة الفلو اللي رايح له. دي هنا، طب ما هو ده جزء من إيه؟ من التنظيم المحلي. بزود الفلو للأورجن ده، مش جنرال، عشان كده حطيته تحت خانة لوكال ريجوليشن أوف بلاد فلو. طيب، كده إحنا شرحنا السيستميك وشرحنا اللوكال. العنوانين الكبار دول تحت عنوان اكيوت ريجوليشن، ازاي التنظيم الفلو يبقى بشكل حاد. طب كرونيك يعني ايه؟ على مدار شهور وسنين. تخيل لما فيسل يتسد هيطلع منه كولاترال سايد برانشز، هنكون فيسلز جديده. تخيل لما طريق يبقى مقفول لازم نفتح شوارع فرعية، الشوارع الفرعية دي اسمها كولاتر. طيب وتكوين فيسل جديدة اسمها ايه؟ انجيو جينيسيس. انجيو معناها فيسل، وجن معناها تكوين، جينيسيس هكون فيسل ايه؟ جديدة. خلي بالك في نقطة مهمة، الهارت والبرين على الرغم ان هم اهم فايتال اورجانز عندنا عندهم مينيمال كولاترالز. اذا تسد فيسل رئيسي
ما بيتكونش سايد برانشز جديدة تعوض. عشان كده الجزء اللي يتسد معرض للإنفاركشن أو الديس نيكروزس. عشان كده تسمع إيه؟ مايوكارديال إنفاركشن، برين أو سريبرال إنفاركشن. وعايز أقول معلومة، أنجيوجينيسيس دي بتيجي كتير قوي 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 كام سي كيو. خلي بالك مهم قوي، ازاي كلونج تيرم او كرونيك ريجوليشن اوف بلاد فلو ايه اللي يحصل، واديك اختيارات ويلخبطك. عيني على الانجيوجينيسيس. نيجي للعنوان الثالث والاخير النهارده، هو الهارت ريت. دايما في مقدمه للهارت ريت بسيطه قوي، هو الفيجال تون اللي بيقلل ضربات القلب من 110 ل 70. هو الاوريجين بتاعه ايه؟ بارو ريسبتور ريفلكس. طالب يقول لي يعني ايه مش فاهم، ممكن يقول لك كده اكسبلين ذا اوريجين اوف فيجال تون. تروح انت فاهم، اه ده الفيجاس ده هو اللي بيروح للهارت كباراسمباثيك عشان يقلل الهارت ريت وضغط الدم. يبقى انا بعمل كده امتى؟ لما الاستيمولس يكون العكس، لما يكون المين ارتيريال بريشر عالي. اللي مين حساس ليه؟ ارجع للفيديو اللي فات، كاروتيد ساينس ريسبتور، اورتيك ارش ريسبتور، ده الاساس عندي. في معلومه مهمه، ان الفيجاس بيقلل الهارت ريت من 110 بيت ل 70 بيت بير مينت. طب النيو بورن ليه عندهم الهارت ريت عالي؟ لان البيبي اللي لسه مولود has no inhibitory vagal tone، لسه الفيجل تون عنده ما اشتغلش. خلي بالك الحاجات دي في منتهى الاهميه، اسئله صغيره قوي كشورت اسي كويستشنز. طيب نيجي بقى للكنترول اوف هارت ريت. يعني ايه؟ ايه علاقه السيريبرال كورتكس او الهايبو سالاموس، ودول هاير سنتر مراكز عليا الهارت ريت؟ تقول لي معلومه معروفه، هايبو سالاموس يا دكتور بيعمل فازو دايلاتيشن على طول كده، اللي هي سيمباثيتك كولينرجيك فازو دايليتور فايبر. خلي بالك ده مهم قوي، واحنا جينا قلنا انه بيوطي الضغط، بيقلل البلاد بريشر. ولازم تبقى عارف، انا هنا كلامي على الهارت ريت، اذا كنت بتقلل الضغط كستيمولس هيشتغل الكيمو ريسبتور ريفلكس اورتيك بادز وكاروتيد بادز، روحوا مشغلين الفي ام سي. هتقول لي ماشي، هتقول لي طب وايه علاقه الفي ام سي والفيسل بالهارت ريت؟ ارجع افتكر معايا ان الفازو موتور سنتر ليه اربعه اريا، بريسور مش موضوعنا، ديبريسور بيوطي الضغط مش موضوعنا، اسكيميك سنتر مش بتاعتنا، الرابعه كاردياك سنتر. هيشتغل الكاردياك سنتر فيعلي الهارت ريت. وهنيجي نقول في اخر الفيديو علاقه الهارت ريت بالبلاد بريشر. طيب عندك كمان حاجه في البرين؟ عندي النقطه المهمه الكوشنج ريفلكس. فاكر لما يزيد الضغط في المخ او البرين تيومر ويعمل كومبريشن، يضغط على الاوعيه الدمويه بتاعت البرين سريبرال فيسلز، ويؤدي الى اسكيميا للفازو موتور سنتر، فيشتغل الاسكيميك نيورونز اوف الفي ام سي، فتعمل سترونج فازو كونستريكشن للاورط فيعلى فيها الضغط عن السريبرال فيس فيزيد الفلو. هنا بقى انا عايز اركز على جملة قلتها في النهاية، لما يزيد ضغط الدم هيقل الهارت ريت بقانون ميرز لو. خلي بالك ضغط الدم هيزيد كايه؟ كستيمولس. هارت ريت هيقل كريسبونس. لان في طلبة كتيرة الموضوع ده عامل لهم تشابك، انا لو بدأت كلامي هارت ريت زاد يعني كارديك اوتبوت زاد يعني الضغط زاد، المين ارتيريال بريشر علاقات طرديه دايركت. اذا بدات كلامي ان المين ارتيريال بريشر
هو اللي زاد كاستيمولس هيشتغل البارو ريسبتور عشان يقلل الهارت ريت، فتبقى العلاقة انفيرس ريليشن شيب. ده شغل الهاير ايه؟ شغل الهاير سنترز ده بالنسبة لي. طيب نفترض ان السؤال جالك اكسبلين كنترول اوف هارت ريت ريجاردينج ريفلكسز، بروح انا قايلها له ازاي؟ افكر الريفلكسز اللي انا اخدتها في تنظيم ضغط الدم، واحد بارو ريسبتورز، تمام. هتقول لي خدناه كاروتيد ساينس والاورتيك ارش في البارو ريسبتور، اذا زاد البلاد بريشر يقل الهارت ريت، ماشي. رقم اتنين، رقم اتنين ده مهم قوي، افتكر معايا، هو البارو ريسبتور ده مش كان ليه انواع؟ تقول لي اه كان ليه انواع، كان فيه يا دكتور اتريال بريشر ريسبتور، خلي بالك اللي هو كان تايب ايه، وعندي فينتريكولار بريشر ريسبتور، وفاكر الاستيمولس كان ايه؟ زياده السيستول. طب كان ايه رد الفعل؟ اقلل الهارت ريت. يعني البراديكارديا بيحصل بين الاتريال بريشر ريسبتور تايب ايه او فينتريكولار بريشر، بس احنا قلنا في كمان عندنا اتريال فوليوم ريسبتور. الاتريوم ده ريزرفوار بيستقبل دم كتير، في ريسبتور حساسة وتستقبل هذا الدم اللي هي لو بريشر في نفس الوقت اللي هي تايب بي، فاكر ولا ناسي؟ التايب بي ده كان الاستيمولس بتاعه يزيد الفينوس ريتيرن، فاكر؟ كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بنرجع نكرره مرة تانية معانا، كلام في غاية الخطورة. عشان كده ان الطيب بي ده يقول لك ايه؟ ده بيزود الهارت ريت بعكس الطيب ايه. طب في حاجة مهمة كمان اخدناها؟ اه حاجة تانية، الكيمو ريسبتور ريفليكس ده ايه حكايته؟ كيمو ريسبتور ريفليكس ده بيشتغل لما الضغط يقل علشان يزوده، يبقى لازم يزود الهارت ريت. دايما الطالب الشاطر لما تقول له حاجة يقول لك استنى هنفكر، ايه الريفلكسز اللي خدتها؟ بارو ريسبتور، خدت التايب اي والتايب بي، الاتريال ريسبتور، وخدت فينتريكولار بارو ريسبتور، وخدت كيمو ريسبتور ريفلكس، وخدت كوشنج ريفلكس. ده الشطار. هتقول لي بس كده؟ لا، والجديد بقى النهاردة المهم جدا بين بريدج ريفلكس. البين بريدج ده هو اللي اكتشف ان لما الفينس ريتيرن بيقل ويشتغل الاتريال ستريتش ريسبتور ويبعت سيجنال عن طريق الفيجاس نيرف رقم 10 للسي اي سي، خلي بالك ده مهم جدا عشان يعمل له انهيبيشن علشان يزود في النهايه الهارت ريت. خلي بالك دايما دايما الطالب الشاطر لما تقول له ريفلكس الاجابه ست نقط. طب هقول ايه في البين بريدج؟ ستيمولس يزيد فينس ريتيرن، ريسبتور عادي اتريال فوليوم ريسبتور اللي هي بين قوسين لو بريشر اللي هي تايب بي، ها افرنت تقول لي فيجاس، سنتر سي اي سي كاردك انهبيتور سنتر نوقفه، افرنت انا عايز فيجاس يشتغل على الهارت، لا انا عاوز سمباثيك يبقى سمباثيك ريسبونس ازود الهارت ريت. عشان كده الكتاب قال لك الريفلكس ده بيشتغل اكتيفيتد لما الهارت ريت يكون قليل علشان يزوده. طيب عنوان اخر، قول لي الكنترول باي ريسبيراتوري سيستم. هتقول لي ديورينج انسبيريشن الهارت ريت هيقل، شرحناها قبل كده في الفيديو اللي فات، وديورينج اكسبيريشن الهارت ريت هيزيد، عادي جدا. نيجي العنوان تاني، ايه تأثير الاكسجين لما يقل السي او 2 يزيد والهيدروجين يزيد على الهارت ريت؟ عندي تلاتة ميكانيزم، يا اما نشتغل لوكال على الاس اي نود فنقلل الهارت ريت، يا اما نشتغل ريفلكسلي على الكيمو ريسبتور فنزود
الهارت ريت، يا اما وخلي بالك حته الريفلكس لي دي انت عارفها مع الريسبيراتوري موديول، لما قلنا لما الاكسجين بريشر يقل هيدروجين يزيد سي او 2 يزيد هشغل بيريفرال كيمو ريسبتور، فاكرينها ولا لا؟ اتقالت قبل كده. طب ايه بقى تاثيره سنترالي على السي اي سي؟ خلي بالك في الاول اعمل ستيميوليشن للكاردياك انهيبيتوري ثم اوقف الكاردياك انهيبيتوري سنتر. لما شغل الكاردياك انهيبيتوري انا بقلل الهارت ريت، ولما ارجع اعمل العكس انا بزود الهارت ريت. طيب ايه تاثير الهيت الحراره على الهارت ريت؟ هتقول لي عادي شيء طبيعي لازم التمبريتشر تزود الهارت ريت، انها بتزود الميتابوليك اكتيفيتي اوف الاس اي نوت. ولو تفتكر معايا في فيديوهات تدريب على الشورت اس قبل كده قلت لك لو زاد درجه الحراره 1 ديجري سنتيجريد هيزيد للاس اي نوت هيزيد ضربات القلب 10 بيتس. طيب ممكن يجي لك السؤال بطريقه تانية، سؤال تجميعي، ايه سبب التاكي كارديا؟ اكسرسايز، ايموشنز، مايلد اند مودريت بين. طالب الشاطر ما يقوليش بين وبس، لان لو البين شديد قوي هارت ريت يقل لانه بيشتغل البارا سمباثيك، حاجه بقت كرونيك وانت معتاد وعايش عليها. لكن البين اللي هو اللحظي البسيط المتوسط ده السمباثيك فيه شغال، فيفر. طيب ريفلكسز، البارو ريسبتور والبين بريدج والكيمو ريسبتور. وخلي بالك في التاكي كارديا هقول الاتريال ايه؟ طيب بي. خلي بالك اوعى تقول لي طيب ايه. طب والدراجز؟ السيروكسين واي ادويه بتشغل السمباثيك، لان على فكره السيروكسين ده هو اللي بيخلي الكاتيكولامينز تمسك في البيتا 1 ريسبتور على الهارت بكفاءه، هو اللي بيساعد في شغل الادرينالين والنور ادرينالين، فما تستغربش انه بيزود الهارت ريت. طيب في بقى معلومه هركز عليها النهارده قلتها قبل كده، النور ابينفرين النور ادرينالين بيأثر على ضغط الدم اكتر من تاثيره على الهارت ريت. اما الادرينالين يقول لك لا انا العكس، الادرينالين لو نفتكر كان بيعمل ايه؟ كان بيزود الهارت ريت ويزود الستروك فوليوم ويزود السيستوليك. ارجع لجدول المقارنه بين ادرينالين والنور ادرينالين في بارت 2 بلاد بريشر، حل اسئله الامتحانات هنا على اليوتيوب في القناه. طب ايه سبب البراديكارديا؟ اعكس على طول، فكر في البين، سيفير بين، سيفير جريف، الحزن الشديد قوي. طيب انكريز انتراكرينيال بريشر، تفتكر الكوشنج ريفلكس؟ يعني انا ممكن اجيب لك السؤال بشكل ايه؟ مش بشكل لسته كده، اقول لك حدد مين الريفلكس اللي عنده بيقل الهارت ريت، تروح انت على طول قايل لي كوشنج وشرحه انه هيزيد ضغط الدم، وتابعا لميريز لو علاقه عكسيه بين ضغط الدم زيادته وما بين الهارت ريت. طيب عندي كمان ادويه تقلل ضربات القلب، بيتا بلوكر، شيء طبيعي، انا منعت البيتا 1 ريسبتور على الول اوف ذا هارت انه يستقبل الادرينالين والنور ادرينالين، منعت الاكسايتاتوري افكت فبالتالي قل نشاط القلب. وعندي دواء تاني كالسيوم تشانل بلوكر، ليه؟ لما انت تقفل بوابات الكالسيوم اللي هي ال تايب لونج لاستنج على الساركوليما منعت دخول الكالسيوم من اكسترا سيلولر للتيتوبيول، فانت شيء طبيعي منعت الكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، قللت قوه الكونتراكشن. طيب اخر جزء بقى في الفيديو وده جزء مهم، امتى الهارت ريت والبلاد بريشر يزيدوا مع بعض؟ تقول لي ماسكولار اكسرسايز، مايلد ومودريت بين، الانجر العادي، والعكس هيخليهم هما الاثنين يقلوا، السيفير بين شيء طبيعي ريكفري فروم الاكسرسايز، الجريف رياكشن.
طب امتى الاثنين يكونوا عكس بعض؟ وده صيغه سؤال. Discuss there is inverse relationship between heart rate او blood pressure و heart rate. على طول كده لازم اقول كوشينج ريفليكس، ولازم اذكر الميرز لو. خلي بالك هتشرح الكوشي، يعني انا ممكن اسالك على الكوشينج مباشره، وممكن اسالها لك بشكل غير مباشر، علاقه هارت ريت ببلاد بريشر علاقه عكسي. في نهايه هذا الفيديو اتمنى تكون الافكار بقت واضحه لكل الطلبه. بالتوفيق للجميع. كان معاكم دكتور محمد فايز.